الاتفاق يكرر سيناريو الدور الأول ويغتال تفوق الهلال بهدف قاتل، والنصر يقلب الطاولة على التعاون، الاتحاد يتجاوز الفيصلي، والفتح ينهي مخطط مواجهة الأهلي ظهرا، النصر يسرع تعاقد محمد حسين لتعويض غياب عيد عن الديربي، والهلال يعلن تدعيم صفوفه بخدمات أوزيا دي باولا، نجران ينهي علاقته رسميا بالراهب والاتفاق ينتظر، والجعويني يواصل حديثه الناري في فقرة للتوضيح فقط. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. كابتن فهد الريف وكابتن محمد داعي هم ضيفا حلقه الليله. اليوم النصر انقلب تاخره امام التعاون بثلاثه اهداف مقابل هدفين. تابع تقرير المباراه. قلب النصر تأخره بهدفين أمام التعاون إلى تفوق بالثلاثة في اللقاء الذي جمعهما عصر الجمعة على أرض استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. بداية الشوط الأول شهدت ضغطا نصراويا بغية إحراز هدف مبكر، إلا أن محاولتي جيمي أيوفي لم يكتب لهما النجاح. يستغل محمد الراشد عدم مراقبته من الدفاع النصراوي ويسجل الهدف الأول للتعاون برأسية إثر خطأ في الجهة اليسرى نفذه سلطان اليمين. الهدف الأول للتعاون، الهدف الأول على طول للتعاون. شوف الإعادة، شوف الإعادة وشوف الرأسية الرائعة وشوف الارتقاء الجميل حقيقة لمحمد الراشد. يحاول النصر جاهدا تعديل النتيجة في الشوط الأول، لكن تلك الأمنية لم تتحقق. في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني عزز التعاون تقدمه بهدف ثاني عن طريق أحمد مفلح الذي تبادل الكرة مع الراشد ليجد نفسه في مواجهة العنزي، ومن محاولتين استقرت كرته في شبكة الصفراء. بعد هذا الهدف تأزم موقف النصر كثيرا حتى قلص جيمي أيوفي النتيجة بتسجيله لضربة جزاء تسبب بها مدافع التعاون سند شرحيلي إثر لمسه للكرة بيده. يسيطر النصر على اللقاء ويجهز الزيلعي كرة على طبق من ذهب لباستوس على مشارف 18، لكن الأخير سدد لخارج المرمى التعاون. وباستوس الله، الزيلعي حطها على طبق من ذهب. تمر الدقائق سريعة على أصحاب الأرض حتى يأتي الفرج بقدم جيمي أيوفي الذي استغل تجهيز الكرة من إبراهيم غالب ليسدد على يسار فهد ثنيان هدف التعادل. ولم تمضي سوى ثلاث دقائق حتى أكد رافائيل باستوس تفوق النصر بعد أن سجل الهدف الثالث مستغلا خطأ في الجهة اليسرى التعاونية نفذه حسين عبد الغني ليجهز حسني عبد ربه برأسه ليسدد باستوس في سقف مرمى ثنيان. والكرة خطر الله الدقيقة 43. لينتهي اللقاء بفوز النصر على شقيقه التعاون بثلاثة أهداف، أعادت فرسان نجد للمركز الرابع في 31 نقطة، فيما بقي التعاون على رصيده السابق ب 14 نقطة في المركز 11. طيب فهد، مباراة النصر والتعاون. والله شوف، أنا أقول مدرب النصر يعني كارينيو دخل، يعني أقول أخطأ خبص دخل النصر في دوامة ما أدري ما لها داعي اليوم يعني بهالشيء اللي صار. مدرب قدير كويس يعني حييت فيه أشياء كثيرة،
النصر من شافه في المباريات اللي قبل مباراة الأهلي ومباراة اليوم يقول أفضل الفرق اللي يلعب لعب جماعي، يلعب السهل، اللعب كمجموعة مع بعض، لعب مع التعاون بالقصيم فاز 3 بطريقة وبعناصر قد يكون ما هو بأقوى بهذا الشكل. التنظيم مهم في الفريق، المنهجية للمدرب مهمة، أنا وجهة نظري منهجية المدرب يجب أن يرجع لها، التوظيف يجب أن يكون مناسب. باستوس أنا أعتقد أنه أقرب للنواحي الهجومية أكثر من النص. اليوم طريقة أرجع لمباراة اليوم معلم المباراة اللي قبل، المباراة اليوم أنا أشوف أنه النصر يعني ما أدري كيف حسبها المدرب، يعني شفت لقطة قبل نهاية المباراة المدرب كان مستعجل راح غرفة الملابس قبل اللعيبة، تدل على أنه يعني ما أدري هو زعلان، هل هو مخبص ويبي يعني الحمد لله أنها صارت النتيجة زي بالطريقة هذه. أنك تلعب بطريقة 4-4-2 بطريقة اليوم كان فيه أخطاء كثيرة في الباصات، ما كان فيه لعب جماعي، يعني خليني أقول مع احترامي شديد للتعاون حظ النصر اليوم أنه ضد التعاون، كان فيه نوع من الارتباك، كان فيه نوع يعني خلينا نقول لك يمكن آخر 10 دقائق اتفقنا تحت الهواء أن الروح اللي طلعت في النصر قد تكون هذا عنصر حلو وجميل في المباراة. لكن بوجهة نظري أنه كان بالمفروض، وأنا كتبتها في التويتر، كان بالمفروض أنه يعمل بروفة لمباراة الهلال، مو بروفة أنك تستهتر بالتعاون أو ما تحترم التعاون، لا أنا مع حسني أنه يلعب من قطع مباريات، أعطى خليه ينصهر، أعطى لنص الشوط الثاني يا أخي، ما في شيء اسمه لاعب تقول أنه بيأخذ كرت، بعد يمكن يأخذ كرت أحمر ما يأخذ أصفر، هذه واردة عن اللاعب يقدر يحافظ على نفسه انه ما يدخل في الكور المعينة، خاصة انك تلعب ضد التعاون، يعني ما هو ذاك الفريق اللي تقول في شد وفي تنافس قوي مثلا اتحاد اهلي، مع احترامي شديد لفريق التعاون انا احبه، لكن هذه الحقيقة مدرب النصر اليوم لم يمثل يعني بافضل تمثيل للمجموعة، لا بانصهارهم لا باستعدادهم للمباراة القادمة، تعدت على خير، اخطأ المدرب اجانب النصر اجادوا اليوم، اجانب النصر اليوم الحقيقة ما كان محتاج مدرب النصر ان يدخل في هالاختبار اليوم. انا اتفق معك، دخل الفريق في دوامة، أنا أعتقد أن إحنا اللي دخل يعني المدرب هو اللي دخل الفريق في هذه الدوامة، ما كنت تحتاجها، أنت ماشي على منهجية معينة، ماشي على اللعب السهل، على التحرك، على 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 على, 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 على تألق المجموعة مع بعض في استلام وتسليم بالسهل مع وجود هالناس. من عجبك اليوم في النصر؟ أنا أشوف اليوم يعني سعود حمود السهلاوي اليوم ما أدري وش كيف وظفهم المدرب اليوم. هداف الفريق لاعب وسط ولا وش لاعب ولا السهلاوي مثلا، يعني ما هناك روح، في لعيبه ما كان تخدم الفريق بهذا الشكل، يجب انه يثبت على تشكيله معينه، وانا اتمنى وهذا تمني رجاء يعني عشان ما يقولوني يعني تضيع اللي صار، اتمنى من اداره النصر تقعد مع المدرب تناقش في بعض الاشياء الايجابيه، ما يمنع انه مدرب قدير، مدرب كبير، مدرب انا من اكثر معجبين فيه، عنده منهجيه حلوه، لكن في المباراتين الاخيره لما جت الأدوات الجيدة حسيت أنه غير في المنهجية، ما يعرف وين الخلط وين الصح من الخطأ. من عجبك بالتعاون؟ يعني اليوم عجبني محمد الراشد، اليوم كان كويس وقناص، كان يضيع فرص كثيرة لكن من نصف الفرصة اليوم شاهدته جيد. اليوم النصر حسني عبد الرب اليوم رغم الوقت القصير اللي لعبه لكن يبقى كبير، شفنا كيف صلح الهدفين من يعني ما يصلحها للاعب عالمي لاعب كبير، اللعبة كلهم أعطوا لكن أعتقد التوظيف الغير سليم والتشكيل غير سليمة يعني احجبت بعض اللعيبه الموجودين. محمد عجبني صراحه حسين عبد الغني والروح اللي قاعد يلعب فيها رغم انه عمره تقريبا 34 او 35 سنه. يمكن مدرب النصر اليوم يمكن ما احترم التعاون، هو اللي دخل نفسه بالدوامه هذه انه زي ما تعرف انت بعد المباراه لو تشوف كيف طريقه حتى السلام على المدرب التعاون ما سلم على طول المشى ولا سلم على لعيبته، اعتقد انه هو يمكن يفكر بالهلال اكثر من مباراه اليوم، والمدرب المحترف دائما يا تركي المدرب المحترف لازم يفكر بمباراه اليوم قبل المباراه اللي بعدها، اما الهلال صحيح انه ديربي وهذا والاشياء هذه كلها، بس لكن انت لازم انت 3 نقاط، يعني لو خسرت اليوم 3 نقاط وفزت قدام الهلال ما استفدت شيء، 3 نقاط خذيت من مباراتين بس فقط. لكن مدرب النصر اعتقد مثل ما اشدنا فيه في المباريات اللي راحت اعتقد انه اليوم اخطا، يمكن ربما حاجات اداريه تجهيز لمباراه الديربي، ولكن النصر اعتقد انه احنا يمكن توفق في اختيار للاجانب صراحه. اللاعب البرازيلي اعتقد انه عجبني بتحركاته اليوفي، بدا يرجع يعني الوضع الطبيعي اللي نعرفه عليه، سعود مثل هذا يبيله يعني توجيه
والمدرب اعتقد مدرب زي هذا ذكي المفروض انه يوجه وتوجيه. السهلاوي هو اللي انا صراحه علامه استفهام عليه، يمكن دائما يرجع وراء، ما ادري هو لاعب صندوق اصلا، ولكن ما ادري انا وش موظف المدرب فيه. اضيف على محمد على موضوع علامه استفهام، خليني اقول من لعب سعود حمود اليوم انا عليها على ألف علامه استفهام. لما قبل يومين المدرب ما يبغاه ويبعد عن تشكيله، انا استغرب اليوم انك من البدايه تبدا بسعود حمود، هذه نقطه يعني عندها ألف علامه استفهام. اتمنى كما قلت لك ان منهجيه المدرب ترجع زي ما هي. الناس انعجبوا من المدرب لطريقته ومنهجيته اللي اعادت بالنصر وعادت بالنجوم، شفنا كيف حتى الوجوه الشابه كيف تنزل. اليوم مباراه التعاون ما تبشر بخير انك تستعد لمباراه كبيره وديربي اللي هي مباراه الهلال. خلينا نشوف المباراه الثانيه وقيمه اليوم. قبل قليل انتهت بين الاتفاق والهلال، انتهت بتعادل مثير 2-2 بين الفريقين. نشوف تقرير المباراه. وسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، التقى الاتفاق بالقادم من الرياض الفريق الهلالي ككلاكيت للمرة الثانية في لقاء ضمن الجولة 17 من دوري زين السعودي للمحترفين. البداية كانت سيطرة هلالية خالصة، والمحترف الكولومبي غوستافو كان هو الأبرز خلال مجريات الشوط الأول، بالإضافة لتهديدات البرازيلي ويسلي الذي سدد كرة قوية مرت بجانب القائم. الفريق الاتفاقي لم يكن أداؤه مرضيا أبدا، حيث ظهر بهجمة جميلة بفكرتها لكنها لم تشكل خطرا على مرمى سديري. الهلال استمر بالضغط على مرمى صاحب الأرض حتى توج سالم الدوسري تميز فريقه بهدف التقدم بعد تلاعبه بدفاعات الاتفاق. من علي الزبيدي ودخول من سالم الدوسري، سالم داخل منطقة الزاوية يسجل هدف. نعم هدف للهلال، هدف في الدقيقة 37. سالم الدوسري يقتنص الهفوة الوحيدة اللي كانت من الناحية اليمنى الاتفاقية من علي الزبيدي. الشوط الثاني ينطلق، وصديق الهلاليين في بداية الموسم القادم لم يوفق في تسجيل هدف التعادل لأصدقاء اليوم بعد تصدي سديري لكرته. والهلال يرد بعرضية من الفرج تصل ليوب يونغ والذي استبسل السبيعي في التصدي لها، ومرة أخرى يوب يونغ يضرب الكرة برأسه بعد عرضية من ضربة زاوية وترتطم بأحمد عكاش الذي أبعد الكرة حتى وصلت للمرشدي الذي لم ينجح في إحراز الهدف الثاني. الاتفاق يستنفر، وهجمة مرتدة للاتفاق، وعلي الزبيدي يعرض كرة التي اصطدمت في الزوري والذي غير اتجاه الكرة في مرمى الهلال معلن هدف التعادل للاتفاق. من علي الزبيدي نفسه يسدد والكرة تصطدم في عبد الله الزوري وتخادع ايضا حارس المرمى. ثلاث دقائق فقط من فرحة الاتفاقيين، ويوب يونغ يحضر هدف التقدم الثاني للهلال. هدف ثاني في الدقيقة 21، يوب يونغ سو عندما اعطاه انطوان كومبوري الثقة تماما للمشاركة كلاعب. غوستافو بوليفار بأوفر جميل وعلى طبق من ذهب للكوري يوب يونغ الذي لم يوفق في إضافة هدف ثالث لفريقه. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، علي الزقعان ينجح في تسجيل هدف التعادل لفريق الاتفاق. هدف التعادل للاتفاق، هدف التعادل للاتفاق، علي الزقعان البديل الثالث للاتفاق يسجل والاتفاقيون. وبهذه النتيجة يصل الاتفاق للنقطة 27 في المركز السادس، بينما الهلال يبقى في مركزه الثاني بنقاطه 39. تركي شديد، كرة. محمد، الهلال والاتفاق. الهلال والاتفاق اعتقد ان الشوط الاول يمكن الهلال
ملك المباراة، ولكن ما في ذاك الفرصة اللي نقول عليها هدف، ما عدا الهدف حق سالم. مدرب الاتفاق أعتقد أنه أعطى مدرب الهلال المباراة صراحة، لأنه يدافع تقريبا بحدود 10 لاعبين، وتعرف يعني تغير حتى في أثناء المباراة، أنه سالم الدوسري المفروض اليمين وسلمان الفرج على الجهة اليسار، حط سلمان الفرج على اليمين وروح سالم على اليسار. أعتقد هذه خطأ. وبعدين غير كذا أنه سلمان الفرج هو راجع من إصابة، المفروض أنه يستعين بواحد أجهز من سلمان الفرج، لأن هذه مباراة أعتقد أنها مباراة بحاجة الثلاث نقاط. صعبها الهلال على نفسه، صعبها الهلال على نفسه، ومدرب نفس الطريقة. حتى مدرب الاتفاق أعتقد أنه الشوط الأول احنا قلنا سيء، لكن الشوط الثاني يوم دخل أحمد عكاش ويوسف السالم أعتقد أنه جت يمكن تقريبا يمكن بالدقيقة 46 49 51، كل هذه هجمات خطرة للاتفاق. رجع الاتفاق للمباراة، حاول ان الهلال سجل الهلال، لكن الثواني الأخيرة أعتقد أنه ثقافة تضيع الوقت أعتقد ما هي عندنا كلنا، حتى اللاعبين السعوديين كله. أعتقد اليوم أنت بالدقيقة تقريبا 92 باقي لك خلاص يعني ثواني، المفروض انك تضيع كورة تلعب ملعب الخصم، ما ترجع بالشكل هذا. يقولون سلمان فرج طلب التغيير لأنه كان حس بالإرهاق، أكيد أنه ما هو جاهز يا تركي، لو جاهز كان ممكن، لكن المفروض حتى تغييراته على فكرة كلها خطأ تغييراته. أنت ما عجبك مباراه محمد من بداية الموسم؟ والله شوف اللي أنا اللي ما يثبت على تشكيل معين ولا أشوف يعني ما شفت شيء منه صراحة، مع احترامي له 11 كورة اليوم ضربة زاوية ما استفاد ولا من واحد. طيب كيف شفت المحترف الجديد المحور؟ والله ما أقدر أحكم عليه من البداية، ولكن انطباع أولي، ولكن انطباع أول أعتقد أنه صفقة إن شاء الله تكون ناجحة. فهد كيف شفت المباراة بشكل سريع؟ أول شيء أقول لك المباراة مفتوحة، مباراة من شاف يقول هذه أول مباراة في الدوري، ما في انضباط تكتيكي. الدليل الهدف الأخير جاي في وقت يعني لو هناك انضباط تكتيكي لدى الهلال أعتقد مدرب الهلال قاده كما يقود الجماهير كما قادت. تغييرات غير موفقة أبدا في المباراة، أخرج باللي المفروض ما يخرج وأدخل اللي المفروض أنه ما يدخل. فأنا أعتقد أنه اليوم بالغ الاتفاق في الشوط الأول في تراجعه وهو على ملعبه، أعطى طمأنينة كثير للهلال. كانت هناك أخطاء كثيرة من الاتفاقيين في الباصات خاصة في منطقة نص ملعب، مما جعل هناك هجمات مرتدة، وشفنا الهدف الثاني لو تشوفه حق الهلال عبارة عن يعني خطأ فادح في طلوع الظهير واللاعب الوسط أخطأ فيه ورجعت هجمة مرتدة. اتفق دقيقة اسمح لي شوي، ايش كنت بقول من إشارتك لخبطت. المحترف الجديد كيف شكل المحترف؟ أنا أعتقد أنه عاب الهلال اليوم وكان واضح، حاول المدرب تغطية الأطراف لوجود أحمد عكاش، لكن نسى أن هناك ضعف في المحور وفي العمق الدفاعي، دليل على أن المحور أحس أنه ثقيل، لا يركز في النواحي الدفاعية، لا هو ذاك اللاعب اللي يوقف الهجمات، لا هو الثابت يحاول يعني باصه جميل وجيد، لكن النواحي الدفاعية بدايتها جيدة ولا غير جيدة؟ أنا أعتقد أنه غير موفقة وغير مناسب للفريق، ولم يكن أفضل من هرماش. من هرماش أنا بوجهة نظري كبداية الشيء اللي أنا شفته اليوم. الفتح الآن والهلال والمنافسة بينهم، الهلال صعب الأمور على نفسه ولا لسه الأمور لازالت بيد الهلال؟ أنا أعتقد أنه صعب، والمباراة القادمة أعتقد أنها مهمة، 90% ستحدد مصير الهلال. وأتمنى من الفريق النصراوي أن لا يخطأ مثل ما أخطأ في المباراة السابقة لما كان النصر متفوق 9 نقاط وصلح الهلال وضعه، وكان الهلال 7 نقاط وصلح الهلال وضعه. المباراة القادمة تعود نفس الوضعية، أتمنى النصر يستفيد من هذا العامل. فاصل قصير بعد فاصل عودي من وسط الحديث في البرنامج. الاتحاد يتجاوز اختبار الفيصلي بثنائية المولد وثلاثة.